علاش سليم ريحي هرب لبرا؟ علاش ما يرجعش لتونس؟ علاش ما اتصلش بالقضاء ما دام القضاء استدعاه؟ هرب هذيا شكون سوق له؟ سوقوا له المجموعه نفسها. وما نخفيش انا راه تعرض للهرسله، تعرض للهرسله وتعرض للتهديد. شوف الراي العام ينتظر عاودته حتى يتصل بالقضاء حتى يوضح حقيقه هذه الاتهامات الخطيره، ولكن الرجل خرج ولم يعد الى حد الان. خليني نسترسل في حاجه. السيد كان عنده عام واش ممنوع من السفر، عنده شركات، عنده حسابات، عنده عائلته البرة في، عنده اتهامات لحقوا في قضيه متعلقه بالنادي الافريقي ايضا. اي سنة هذيك لاحقه راه من بعد ولت شعلت، هذيك من بعد شعلت وقتاش هي القضيه هذيك بين قوسين لو 21 مارس تقدمت، راه لو 21 مارس تقدمت طلبتها النيابه العموميه على غير عادتها، لان النيابه العموميه عاده الملف يرجع لها الملف عند نهايه الابحاث. طلبتها النيابة العمومية في نهار 6/11/2018 لتعيد تكييفها من جديد وتطلب الإسراع. راهو تعرف منوبي جاه الاستدعاء واعتذر لوجوده في الخارج ومشينا هزينا بعد ما جاه الاستدعاء اللي هو مفروض استدعائه يكون سيد تسمعت الناس كل. بعد ما جاه الاستدعاء راهو حتى العساس متاع البارك متاع الكلوب تسمع، سمعوا الناس كل. وقتاش باش يرجع لتونس سليم الريحي؟ ما عنديش الاجابه. علاش؟ ما عنديش الاجابه، لان الراجل مهرسل مهدد البارح النيابه العموميه العسكريه. تنصحوا بالعوده الى تونس؟ لا انصحوا بذلك. تو حاليا ما ننصح. علاش؟ ما ننصحوش. البلاغ امين عام حزب حاكم. ريت البلاغ شو يقول في امين عام حزب حاكم. انت تشوف كصحافي تشوف ان عادي نيابه عموميه تاخذ قرار بلاصه قاضي التحقيق اللي هو راهو ما نحبش ندخل على المشاهدين والمستمعين بألفاظ قانونية قد ما يفهمهاش. وشو كانكم تحاولوا تلعبوا دور المظلومية والضحية؟ رجال القانون يفهموا مليح اللي الملف تفتح على الفصل 31، ومن بعد ما تفتح على الفصل 31 وتفتح فيه تحقيق يرجع الفصل 30 وتحفظ النيابة العمومية. والنيابة هذية في آخرها بالضبط تقول وستستتبع الأمر، معناها امور اخرى. اذا شو مش تعملوا؟ تو مبدئيا مش نطلعوا على القرار، خلينا نعرفوا القرار صادر عن النيابه ولا صادر عن التحقيق. ومن بعد عندنا اجراءات تنقوموا بها، ثم اجراءات قانونيه باش نقوموا بها.